طيب خلينا نبلش. يعطيكم العافية للجميع، لكل اللي بيعرفش، لأنه في ناس جداد. تسلم تسلم ماسي. لكل اللي بيعرفش إنه في كثير مشتركين جداد، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست. أكاديمية كامبوست بتختص في مجال التجارة الإلكترونية، كل شيء بيختص في مجال التجارة الإلكترونية، إما من خلال البيع على موقع إيباي، موقع أمازون، دروب شيبينج، شوبيفاي، كمان التسويق إحنا مختصين فيه وبنعلم هذا المجال. لكل اللي مش مشترك في قناة اليوتيوب اللي قلنا، للي بيعرفش، إحنا كل يوم خميس الساعة 4 العصر، إحنا حسب توقيت فلسطين طبعا، إحنا بنعلن فيديوهات بقناتنا اليوتيوب، فيديوهات بتختص في مجال التجارة الإلكترونية، إما عن أمازون، إما عن موقع إيباي، إما عن الدروب شيبينج. كمان بحب أقول لكم إنه الأسابيع الجاي راح يكون عندي تلخيص لكتب، ملخصات كتب، لكتب اللي أنا بشكل شخصي قريتها، وكتب اللي كثير ساعدتني في مشواري في مجال التجارة الإلكترونية، ساعدتني إني أكيد مشروع الإلكتروني الناجح اللي أنا موجود فيه اليوم واللي أنا بديره. فبحب أعطي هاي المعلومة لأنها معلومة مهمة جدا، لأنه كل مشروع تجاري لازم يكون له إدارة صحيحة. فخلال الأسابيع الجاية تركبوا، راح يكون ملخصات لكتب ممكن سمعتوا عنها من قبل أو سمعتوا ملخصات عن هذول الكتب، بس أنا لخصتها بطريقتي الشخصية. بتمنى إنكم إنها تفيدكم في مشروعكم وتساعدكم لتخططوا وتعملوا استراتيجية ناجحة، تبنوا استراتيجية ناجحة لمجالكم في مشروعكم الإلكتروني. إذا في حدا عنده سؤال يشعر بحرية إنه يسأل. أنا زي نوع من المقدمة راح أشرح آخر التحديثات اللي موجودة في أكاديمية كامبوست. في عنا تحديثات 2 عن قريب راح يصيرن، وكمان بعدها بنكمل إذا في أسئلة عندكم. فالتحديث الأول إنه على فكرة الكاميرا كانت مش واضحة في المرة الأولى بسبب إني قاعد برفع فيديوهات دورة الشوبيفاي على الأكاديمية، على دورات الأونلاين المدفوعة. فتراقبوا إنه خلال نص الشهر الجاي ب15/7 20/7 الدورة راح تكون جاهزة في دورات الأكاديمية، الدورات المدفوعة، وراح تكون متاحة لكل شخص اللي اشترك في دورات الأكاديمية. بذكركم، وكثير أشخاص بتوجهوا لنا وبيسألونا بخصوص الاشتراك في دورات الأكاديمية. دورات الأكاديمية للاشتراك فيها هي عبارة عن اشتراك أو سنوي أو شهري، وبكرر وبقول اشتراك سنوي أو شهري. السنوي بتكلفة $400 أو شهري بقيمة $80. اللي بيشترك بإحدى الفترات هذول كل الدورات اللي موجودة في الأكاديمية راح تكون متاحة له للفترة اللي اشتراها. فكثير بيقولوا لي انه لا، انت بتاخذ $400 لكل دورة، وهذا غلط. بقول لكم الاشتراك السنوي $400 لكل الدورات المعلنة عندنا، اما دورة الاي بالمبتدئين او المتقدمين، او دورات الدروب شيبينج. في عندنا دورتين كبار، دروب شيبينج من علي اكسبرس لايباي، دورة دروب شيبينج من امازون لايباي، ودورة اتسي، ودورة الامازون كيف تبيعوا بالامازون، امازون اف بي اي، كيف تتعاملوا مع مخازن الامازون، كيف تديروا مشروعكم في الامازون، كيف تشحنوا منتجات بالامازون، كيف تعملوا برايفت ليبل لكم. وزي ما قلت لكم، ان شاء الله عن قريب بين 15 ل 20 سبعة دورة الشوبيفاي راح تفوت على الموقع. لكل اللي بيعرف، الشوبيفاي هو مرحلة متقدمة جدا في مجال الدروب شيبينج. لكل اللي بيعمل دروب شيبينج، شوبيفاي راح تكون ملائمة له. فراح نشوف كيف النتائج راح تكون. كثير طلاب طلبوا مني أعمل دورة للشوبيفاي. أنا بشكل شخصي عندي عدة متاجر
اربع متاجر اللي مبنيات على شوبيفاي، متاجر ناجحه جدا. وراح افرجيكم كيف بتقدروا في الدوره كيف تبنوا علامه تجاريه ناجحه في عالم الانترنت وفي عالم التجاره الالكترونيه. فهذا التحديث الاول اللي هو بخصوص الشوبيفاي. التحديث الثاني بس خليني اشوف انه كل شيء تمام. التحديث الثاني هو بخصوص المجموعه الجديده اللي قلنا. في مجموعه اللي هي جديده وقديم، يعني هي بين البنين. قبل كانت اسمها نادي اكاديميه كامبوست، اليوم انا غيرت اسمها واسمها راح يكون نادي اكاديميه كامبوست، كل ما يلزمك لتكون مبادر في الانترنت. فهاي المجموعة، انتبهوا انه هاي المجموعة راح تكون كثير فعالة بالفترة الجاي، بالفترة القريبة ان شاء الله. راح اكتبها في التعليقات هون، كتبت لكم الرابط او نسخت لكم الرابط في التعليقات. وهاي المجموعة راح تكون كثير فعالة لكل الاشخاص المعنيين يبادروا في مجال التجارة الإلكترونية وبشكل عام في الإنترنت، إما بخصوص تسويق إما بخصوص تجارة، كل إشي بيختص في الإنترنت. راح أقدم عدة نصائح مهمة جدا هناك، حتى إذا في شخص اللي هو مبادر في الإنترنت ومعني أعمل أنا وياه انترفيو أو مقابلة في المجموعة هناك في لايف، فيش عندي أي مشكلة، ممكن يتواصل معي ونعمل أنا وياه لايف في المجموعة. فهي المجموعة هي مفتوحة للكل، هي لإلكم لتستفيدوا لتبلشوا مبادرتكم ومشاريعكم التجارية في مجال الإنترنت. راح يكون هناك كثير محتوى اللي راح يساعدكم كثير عشان تنجحوا في مشواركم بمجال التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني، كل شيء بيختص في الإنترنت. فمهم جدا لكل اللي ما اشتركش في المجموعة إنه يشترك. شروط الاشتراك للمجموعة، أول شيء المجموعة هي مجانية، فيش أي دفع عليها، بس عشان تشتركوا لازم تحطوا إيميلكم من أي دولة أنتوا وبأي مجال أنتوا معنيين. هيك أنا بحلل أي مواضيع رح أعلن أكثر في المجموعة. فبنصحكم تشتركوا في المجموعة. الرابط للمجموعة زي ما قلت لكم كتبته في التعليقات هسا، شاركوا فيه، اشتركوا في المجموعة. خلينا اشوف هاي هي ان هذول التحديثين المهمات اللي حبيت احكي عنهم. زي ما قلنا اول اشي دورة الشوبيفاي الكبيرة اللي رح نعلنها خلال الشهر شهر 7 في الدورات المدفوعة، وكمان المجموعة اللي رح تكون جدا فعالة بالفترة الجاي، رح اعلن كثير محتوى فيها، فبنصحكم تتابعوها، رح تساعدكم كثير. طيب خلينا نشوف اذا في اسئله. انا مش شايف كثير حضور اليوم، بعرف ايش ليش، اما خلينا نشوف اذا في كثير اسئله. حسام، تعال نشوف حسام شو بيسال. حسام، انا ابيع ماركات مستعمله من تركيا على مزاد والارباح قليله، هل من نصائح يعني شو الخطوه الثانيه اللي لازم اسويها؟ حسام، مفضل الطريقه اللي بتتبعها حاليا هي صح، انك في البداية تبدأ تعلن منتجات في مزادات علنية، هو ممتاز جدا ليبدأ يشتغل حسابك. هسا المرحلة الجاي ابدأ اعلن المنتجات في بايت ناو، مش مزاد، مش باوكشن، بايت ناو، وارفع السعر وحاول يا تحسن الصور العنوان والوصف، حاول تحسن اشي فيه، ما تخليش نفس العنوان اللي عرفته بالمزاد تعرفه بالبايت ناو، حاول تضيف مصطلحات جديدة. أخر مرة الأشخاص لما يبحثوا عن منتج في الإيبي هم بيبحثوا من خلال كتابة المصطلحات، فإذا أنت كتبت مصطلحات جديدة رح يكون عندك حركة على الصفحة لزبائن جداد، حركة زبائن جداد على الصفحة بسبب المصطلحات الجديدة. فأنت حاول إنك تحط مصطلحات، تعمل بحث مصطلحات في الإيبي وتعلن في طريقة البايت ناو. ممكن انك تضيف طريقة البايت ناو بيست اوفر، انه يكون امكانية المفاصلة لك متاحة للمشترين متاحة،
وهيك انت بتشوف اذا واحد بودي لك عرض معين انت اول شيء بتحط الربح المناسب لإلك. لكن اذا واحد بودي لك عرض ممكن يودي لك عرض على قطعة او قطعتين وبعدها بسعر اقل طبعا، وبعدها انت بتشوف اذا مناسب لإلك ولا لا. فزي ما قلت لك الخطوة الثانية انك تبلش تعلن المنتجات في بايت ناو، وافحص بخصوص الصور والعنوان هني اهم اشي، وطبعا الوصف بعدها هو بيجي بالاولويات الثانية. فهي هي بخصوص الخطوة الثانية لازم تعملها حسام. مين كمان عنده سؤال؟ انا مش شايف في حضور اليوم، غريب جدا. جزء الكل مشغول. طيب كمان شيء اللي حبيت اقوله بس كمان شيء بخصوص شوبيفاي. للي متابع الصفحة قبل أسبوع تقريبا أعلنت بوست إنه شوبيفاي بلش أو مخطط إنه ينافس موقع أمازون أو مجال الأمازون FBA مخازن الأمازون. وبهاي المرحلة شوبيفاي قاعد بدور على مخازن في العالم ليشحنوا المنتجات للتجار، يشحنوا المنتجات لهاي المخازن ويبلش ينافس في أمازون FBA. لهيك هو بتوجه لكثير مسوقين، لكثير أشخاص في العالم ليدوروا على مخازن، أشخاص اللي عندهم مخازن اللي يشتغلوا مع الشوبيفاي. فأنا بدي أقوله إذا أي شخص من أي دولة كانت، بهمنيش من أي دولة، اللي معنى إنه يشتغل مع الشوبيفاي كمخزن، يكون عنده مخزن كبير اللي ممكن انه نفوت فيها كمية منتجات كبيرة، اخرى مرة من اي دولة كانت. صحيح انا من فلسطين، ولكن اذا انتم من اي دولة فيش اي مشكلة. فاذا انتم معنيين وعندكم مخزن كبير بتقدروا تخزنوا فيه منتجات للشوبيفاي، يتواصلوا معي على الخاص في صفحة الفيسبوك، خليني اربطكم مع الشوبيفاي وتحكوا مع بعض ويبدأ بينكم تعاون ويظهروكم كمخزن هناك. فزي ما قلت لكم للي معنى يشتغل مع الشوبيفاي كمخزن يحكي معاي. اليوم شوبيفاي قاعد بتدور على مخازن في كل العالم، ده مخازن في أفريقيا، في آسيا، في الشرق الأوسط، في أوروبا كمان، في أي دولة كانت. إذا أنتوا عندكم مخزن، عندكم إمكانيات اللي هي بتعطي، في عندكم امكانيات انكم تخزنوا منتجات كمية كبيرة، طبعا احكوا معي. في عنا شخص ممثل لشوبيفاي اللي بنقدر نتواصل معه ويكون بينكم تعاون وبظهركم في شوبيفاي كمخزن. انتبهوا كديش راح يكون عندكم ظهور وانكشاف لما شوبيفاي تظهركم كمخزن، هذا شيء قوي جدا. فزي ما قلت لكم كل شخص اللي موجود او معنى يحكي معي. كمان موضوع ثاني بخصوص شوبيفاي، لاني بعرف اذا في ثيم اللي هو يعني طبعا التصميم تاع الموقع، لاني بعرف ثيم اللي هو مخصص للغه العربيه، لمواقع لغه عربيه، تصميم لغه عربيه، يحكي معي. لانه احنا بندور على تصاميم عربيه، لانه احنا كمان بنعمل مواقع للعالم العربي. للي موجود عنده او بيعرف عن تصميم او ثيم، اسم ثيم في شوبيفاي ابس او في شوبيفاي ثيمز، يحكي معي وخليني اعرف اي ثيم هاد. تعال نشوف اذا في اسئله. سلوى محاجش، والاخبار حسابي فقط توبريتت في الإيبي، اكتشفت انه منذ 7 شهور وبوعدوني يتغير الوضع لكن مش شايف تغيير. فلاج، هل فعلا سيأتي يوم الذي يزال فيه الفلاج؟ سلوى، بخصوص الفلاج اكاونت، عاجلا ام اجلا الفلاج راح يروح. اذا بتشتغل صح لفترة معينة، اذا انت بتقول 7 شهور هذا كثير، اتواصل معهم كمان مرة، بعرف شو بيوعدوك وشو بيقولوا لك، اما تواصل معهم واذا اشتغلت بالسبع
تشهر هذول هن السبع اشهر بطريقه صح، احتمال كبير انهم يكيموا الفلاج اكاونت. اذا عرفت اللوكيشن صح، واذا عملت الشغل صح بخصوص العناوين والصور، وما كانش اي شكاوى او ارجاعات كثيره، مش اي مشكله، راح يكيموا الفلاج اكاونت. تواصل معهم، حاول تواصل معهم وما تستسلميش. يعني اذا مثلا المندوب الاول ما كانش مثلا جدي او ما اعطكش الجواب 100%، اتصل على مندوب ثاني، لانه لما تتصل كمان مره مش نفس الشخص راح يحكي معك، مش نفس المندوب راح يحكي معك. ف احكي معهم حسب رايي انه بكيمو سبع اشهر إن كثير. عادة بين الثلاث والاربع اشهر الفلاج اكاونت اذا بتشتغل صح، اذا صار معك فلاج اكاونت واشتغلتي اربع اشهر بعدها صح، الفلاج اكاونت بيروح بكيمو. فتواصل معهم. محمد برامسي، كيف ممكن اتواصل معك؟ تقدر تواصل معي من الصفحة محمد. طيب انا شايف انه فيش حضور اليوم، ممكن انه اعمل الفيسبوك لايف في يوم ثاني. إذا حدا عنده سؤال يسأل، بذكر وبقول بخصوص الشوبيفاي، التحديثات الأخيرة عملت كثير ضجة في عالم التجارة الإلكترونية. سألوا بخصوص، يعني حكيت معهم 30 مرة، شو يعني ولا جواب؟ يعني شو قالوا لك؟ لازم عادة هم يعني الاي بي بعطي جواب صريح، بقول لك اني بديش اكيمه، راح اكيمه ولا كيف؟ يعني شو قال لك؟ عادة يعني بعطي هو جواب صريح، يعني بقول لك اني راح اكيمه مش راح اكيمه، يعني في جواب صريح راح يكون. عادة بكيموه، يعني انا بقول لك يعني عادة بكيموه. كمان شو السبب انه صار عندك فلاج اكاونت؟ كمان هذا مهم جدا انك تعرفي. طبعا كمان كيف انت بتتوجهي لهم، يعني في طريقة انك تتوجهي لهم، يعني كيف طريقة الحكي، كمان في طريقة معينة لازم تحكي معهم. انا بقول لك يعني تقريبا 80 بين 80-90% لما نحكي معهم بكيموا الفلاج اكاونت. المهم انه الحساب تعيك هسه، انت المنتجات اللي بتشحنيها من البلاد ولا بتشحنيها من برية البلاد؟ يعني انت بتشتغلي دروب شيبينج ولا بتشتغلي منتجات عادية، منتجات من البلاد هان بتشحنيها؟ اذا بتشتغلي دروب شيبينج مشكلة، اذا حسابك بصير فلاج اكاونت لازم تبطلي، يعني توقف تعمل دروب شيبينج لفترة وتشحن من البلاد. اذا بتضلك تشتغلي دروب شيبينج الفلاج بضله، هاي المشكلة لما يصير الفلاج. ليش؟ ممكن يعني نوع من العقاب، يعني الاي بي يعني نوع بعاقبنا انه اشتغلنا دروب شيبينج غلط، لهيك زي بعاقبنا وبقولنا فيش هسه بالتايم، فيش يعني دروب شيبينج، ممنوع تعمل دروب شيبينج، لازم تشحنه من البلاد. فهاي المشكلة اللي بتصير. انا حسب رايي سلوى انك تحاولي تحكي معهم. اذا انت كل المنتجات هسه محليه، وخلال هذول السبع اشهر الاخيره، اذا خلال السبع اشهر الاخيره اشتغلت بس منتجات محليه وتاكدت انه كل المنتجات بالايتم لوكيشن معرف فلسطين، يعني مشحونات من البلاد، معناها فيش اي مانع يكيموا الفلاج، يعني راح يكيموه، لازم يكيموه. بعرفش ليش هم مش قايمين لحد هسه، اما لازم يكملوا. فحاولي كمان مره.
احكي معهم وراح يكيموه حسب رايي، لازم يكيموه. زي ما قلت لك امرار، انت بتصير تحكي مع اشخاص اللي هم للاسف يعني اللي هم غير مهنيين، بيعرفوش إيش يعني. هاي احدى السيئات في خدمة الزبائن في الإيب، لما تحكي مع واحد اللي هو من الهند ولا من باكستان ولا من عارف منين، بيعرف إشي بالإيب تقريبا، هاي المشكلة. فزي ما قلت لك، إذا شعرت خلال المكالمة الأولى إنه الشخص مش جدي أو بيعرف إشي منيح أو بتجاوبش معك 100%، سد التلفون واتصل كمان مرة، يعني فيش أي مشكلة. راح ممكن إنك بالمكالمة الثانية إنك تحكي مع واحد اللي هو فهمان أكثر أو بيعرف أكثر. حتى انتبه إذا شفت الشخص الأول، إذا أنت مستعجل والشخص الأول برضه فيش عنده يعني كيف تقول يعني مش جدي أو مش عارف بالمجال، قولي له أعطيني السوبرفايزر، يعني الشخص اللي فوقه بالرتب اللي أعلى منه، بعدها هو بنضغط وبركز معك. فإذا بتطلب منه إنه ينادي السوبرفايزر تاعيه الشخص اللي أعلى منه، راح تشوفه إنه راح ينضغط و راح يعطيك الانتباه اللازم. فانتبه لهي الشغلة، لأنه هناك المكالمات هن بيجان لأشخاص عاديين، في ناس مراقبينهم من فوق، وكمان اللي مراقبينهم كمان في شخص من فوقهم. في 3 رتب في خدمة الزبائن في الإيبي. فزي ما قلت لك، جرب هاي الطريقة وإن شاء الله تنجح معك. وزي ما قلت لك، إن شاء الله إن كان الفلاج أكاونت، مرة الفلاج أكاونت حسب رأيي هي نوع من العقاب، نوع من إنه الإيبي بعاقب تجار الدروب شيبينج اللي بيشتغلوا بطريقة غلط. هاي حسب رأيي. أنا يعني شفت كثير فيديوهات على اليوتيوب، كل واحد بيقول إشي وبيحكي عن إشي عن الفلاج أكاونت وإشي بيقول لك. يعني قبل فترة شفت واحد من مصر بيقول إنه الفلاج أكاونت هو من البرامج التلقائية. طب ما هم تقريبا 50، يعني إذا مش 60-70% من الأشخاص اللي بيشتغلوا دروب شيبينج بيشتغلوا على برامج تلقائية. كيف يعني من ناحية منطق ولا مرة بتصير هذا الحكي؟ يعني لو كل 60% هذول اللي بيشتغلوا على البرامج التلقائية المونيتورز أو البرامج الأوتوماتيكية صار عندهم فلاج، لشوفنا تقريبا 60% يعني 50-40% من تجار الإي بيختفوا، كل الدروب شيبر من الكبار. فهذا الحكي مش منطقي، وهذا الحكي حسب رأيي غلط. انا عندنا حسابات كبار جدا اللي بيشتغلن على برامج تلقائيه اللي هن المونيتورز مثل يابلي او دي اس ام تول او اوتو دي اس، مفيش اي شيء بحصل يعني، ولا شيء صار، لا صار فلاج ولا صار اي قيود على ولا صار قيود على الحساب. انا بعرفش منين بجيبوا هذا الحكي، منين بألفوا هذول الشغلات. وحتى صار يقول انه نصب وكل هذول الشغلات، فيش اي اشي نصب مرة. وكمان في عندي طلاب اللي بالدورات المدفوعة بيشتغلوا على البرامج التلقائية وبعلمهم على البرامج التلقائية، فيش اي مشكلة. مرة غالبية الدروب شيبر من الكبار بيشتغلوا على برامج تلقائية، وهذا اشي منطقي. يعني تخيلوا انتو انه حسابكم موجود فيه تقريبا 5000 صفحة من الامازون او من علي اكسبريس او من اي موقع اخر، كيف بدكم تراقبوا 5000 صفحة؟ فأنا حسب رأيي من ناحية منطقية، الشخص هذا أو أي شخص اللي بيقول الفلاج أكاونت من البرامج التلقائية هو غلطان، وبس هو بعطي يعني هيك بيقول من دون ما يفحص هذا الإشي للعمق. حسب رأيي إنه غلط الفلاج أكاونت، حسب رأيي بس للأشخاص اللي بتشتغل غلط أو أيتم لوكيشن غلط أو صار عنده عدة عمليات إرجاع بفترة، يعني بفترة قصيرة جداً صار عنده عدة عمليات إلغاء أو عمليات إرجاع للمنتجات، فهنا بيضوي الضوء الأحمر عند الإيبي وبعاقبه على هيك. مرة اليوم الإيبي شوي بشدد بخصوص كل الأشياء اللي مش بشك فيها، يعني إذا بشوف إشي اللي بشك فيه إنه في عملية نصب أو إشي غلط طوالي بعاقب. ليش؟ لأنه صار اليوم في كثير أشخاص، في كثير تجار بتفوت. يعني شو بدي اقول لكم، يعني عملية التسجيل في الإيبي سهلة جدا،
يعني بنت صغيرة تقدر تيجي تفوت وتسجل في موقع الاي بي وتبلش تبيع. العملية غير مكلفة، العملية سهلة جدا. عشان هيك احنا بنشوف اشخاص اللي بيشوفوا فيديو او اثنين في اليوتيوب وبيبلشوا يبيعوا وبيعملوا اغلاط هناك، هيك هم بيضروا بسمعة الايبي، باسم الايبي بيضروا اسمهم. فالايبي بشكل طبيعي بدها تيجي وتحافظ على اسمها. كيف بدها تحافظ على اسمها؟ كل التجار هذول المبتدئين اللي بيشتغلوا غلط طوالي بتعاقبهم بشكل حالي، بتعاقبهم طوالي. فانتبهوا لهي الشغلة، اتعلموا المجال صح قبل ما تبلشوا. طبعا اخر مرة يعني اذا اشي غلطة بسيطة فيش مشكلة، اما غلطات انه تبيعوا المنتج وتعملوا الغاء، وتردوا تبيعوا المنتج وتعملوا الغاء، تبيعوا المنتج تودوا منتج غلط، كل هذول الشغلات. ولا تعلنوا منتج الايتم لوكيشن تحطوه مثلا المغرب وهو بالفعل المنتج طالع من الصين ولا طالع من امريكا، فهذا غلط. فاليوم زي ما قلت لكم اليوم الاي بي برحمش، فعشان هيك انتبهوا لهي الشغلات. خلينا نشوف اذا في اسئله. حسام، قررت ابيع على امازون بس ما بعرف ابدا شحن، ابحث عنه ما بعرف ابدا شحن، ابحث عليه بضاعه من عندي من تركيا ولا من الصين، شو الافضل؟ شو البضاعه المفضل ابدا فيها؟ ومرة حسام، الامازون بيختلف تماما عن الايبي. الامازون طريقة الشغل فيه بتختلف تماما. الامازون بيقول لك اذا انت بدك تبيع منتج عندي في الموقع وبدك تنجح بدك تبعث المنتجات لمخازنه في الامازون، امازون اف بي اي مخازنه فولفيلمنت باي امازون. انا بنصحك عشان ما تخاطرش في حسابك او في استثمارك انك تبلش منتجات من البلاد اللي انت هسه موجود فيها، منتجات اللي انت بتعرفها، جرب ابعثها لمخازن الامازون وشوف كيف اداء مبيعاتها. هاي دائما انا بنصحها انه كل شخص يبعث اكم منتج من البلاد، مش شرط انه يروح يعمل برايفت ليبل بالاول وروح يستثمر 500 600 دولار و1000 دولار او 200 دولار ويشحن المنتجات هذول وبعدها ما يمشينش للاسف لا سمح الله طبعا. فعشان هيك انا بقول ابعثوا منتجات من عندكم، من الدول اللي انتم موجودين فيها، من المنتجات اللي بتعرفوها. لكل دول دائما بقول لكل دول في المنتجات التقليديه المميزه في بلاده، فجربوا ابعثوا على امازون وحاولوا بيعوها. اخر مره مخازن الامازون فيش عنده اي مشكله تستقبل قطعه واحده من منتجك، فابعث لك قطعه قطعتين وشوف كيف اداء المبيعات لهذا المنتج، ممكن انه منتج ناجح. فحاولوا انكم اخر مرة. وكمان بخصوص ملاحظة مهمة جدا، كل شخص بده يشترك في الامازون ويبيع فيه وان شاء الله يفتحوا لكم الحساب، بالرغم انه اليوم شوي بيشدد على فتح الحسابات، ولكن اذا فتحتوا حساب تاجر في الامازون وبلشتوا تبيعوا اوعكم في البداية تشتغلوا FBM Fulfillment by Merchant. والقصد هنا FBM انكم تبعثوا المنتجات من عندكم من بلادكم وانتم تبعثوا المنتج اذا باع في الامازون. ايوكم تشتغلوا هاي الطريقة في البداية، اشتغلوا بالطريقة اللي هي اكثر مضمونة اللي هي طريقة الـ FBA. FBA انكم انتم تبعثوا المنتج على مخازن الامازون ولما ينباع امازون هي اللي بتبعث المنتج وبتشحن. فعشان هيك انتبهوا لهاي الشغلة. ليش انا بقول هيك؟ اذا انتم بتشتغلوا FBM انه انتم تشحنوا المنتجات بنفسكم، اي غلطه صغيره الامازون بعاقبكم طوالي، لانه الامازون بيقول بشكل واضح او يعني بطريقه غير مباشره هو بيقولها انا بديش تجار اف بي ام، انا بديش انكم انتم تشحنوا المنتجات، انا بدي اشحن المنتجات. لانه امازون هو بيعرف امكانيات الشحن الموجوده عنده امكانيات شحن او خدمات شحن سريعه جدا، وما بيعرف خدمات الشحن اللي لك. فإذا بدك تنجح وإذا بدك تبلش في الأمازون زي ما قلت لك، بلش اشحن منتجات على المخازن تاعياتهم وننبعن عن طريقهم وننشحن عن طريقهم. هاي بخصوص حسام، بتأمل إن ساعدتك. سلوى بتسأل، معك حق، هذول بيعملوا دعاية لبرنامج API مختلف عن يابلي أو شوب ماستر؟ طبعا. اخر مرة فيش انا بعملش دعاية للمونيتورز، بس المونيتورز سلوى هي اشي اساسي. اذا انت بتعمل دروب شيبينج من امازون
او انت بتعمل دروب شيبينج من علي اكسبرس لازم يكون عندك مونيتور. المونيتور بيسهل عليك كثير. المونيتور بيعمل لك تقريبا بين 70-80% من الشغل، انك تعني منتج تقدر تعني عدة منتجات في المونيتور او في البرنامج التلقائي خلال دقائق معدودة. المراقبة اذا صار اي تغيير السعر طوال، كمان في الايبي بتغير لانه المونيتور البرنامج بيراقب الصفحة، كمان بالامازون اذا بصير هيك، اذا كمان اذا المنتج نفذت الكمية صار اوت اوف ستوك في الامازون او في الاكسبرس كمان في الايبي بتصفر. مهم جدا يكون عندكم مونيتور اللي هو شغال. في عندكم عدة مونيتورين، في يابلي، في شوب ماستر، في دي اس ام تول، في اوتو دي اس. انا بشكل شخصي بفضل للاشخاص اللي في البداية يشتغلوا مع اوتو دي اس، فيش اي مشكلة. وزي ما قلت لكم بعيد وبكرر للي ما سمعش، فيش اي مشكلة انكم تتعاملوا مع البرامج التلقائية او المونيتور، ما راح تعمل اي ضرر على حسابكم. وهذا إشي اللي جربناه على عدة حسابات. اليوم في عنا عدة حسابات شغالة عادة وزيادة، يعني فيش أي إشي صار. فكل هذول اللي بيدعوا إنه المونيتور هذا غلط، البرامج التلقائية بتعملش أيضا. السلام عبد اللطيف، مرحبا، كيف حالك؟ أنا متابع للتجارة الإلكترونية وعايز أبيع في إيباي إكسسوارات من محل خواتم، وليس لي الرغبة حاليا أبيع منتجات سعرها عالي قبل أن أتعلم المجال جيد، ولكن المشكلة والأقل الذي يوقف أمامه الشحن غالي في المنزل. إذا المنتجات عندي تراه بين 5 وسعر الشحن من غرام إلى كيلو هو 30 دولار، فكيف يمكن هذا؟ أخر مرة سلام، الشحن وهو موضوع اللي دائما بيحكوا عنه بالشحن. الشحن هو شحن، يعني بقدرش أقول لك إشي ثاني. الشحن في بلادك هو غالي، فيش أي مشكلة، عرف الشحن المناسب لإلك. يعني فوت على قناة اليوتيوب عندي في الأكاديمية وبتشوف هناك أنه أعلنت فيديو منتجات مصرية تباع في الإيباي. على فكرة كثير مصريين، كثير تجار اللي أعلنت متاجرهم قدموا شكوى لليوتيوب وطلبوا أنه أحذف الفيديو، وبرغم أنه هيك ما حذفتوش. بس للي بيعرفش، غالبية التجار اللي ظهروا في الفيديو أغلبيتهم تشكوا علي وحاولوا كمان يرفعوا قضية علي، بس في نهاية المطاف أنا اللي فزت لأنه أنا ما خبيت شيء. يعني المتاجر مكشوفة في الإيباي ففيش أي ذنب لإلي، أنا بس بحاول أساعد الأشخاص الثانيين وكمان بظهرهم او بشهرهم للعالم. فحسب رأيي هذا غلط اللي عملوه، اما ما علينا. فلموضوعنا سلام، كل مرة اتفرج على المنتجات اللي هناك، اتفرج على المنتجات وشوفوا الاسعار الشحن اللي بحطوهم، بيبعثوا في DHL. DHL خدمة شحن سريعة جدا، يعني هي تقريبا بتنعد زي الاكسبيدايت شيبينج. وببيعوا، يعني أغلبيتهم ببيعوا، فما تخافش من هذول الشغلات. يعني المنتجات، إذا منتجك واعرف هذا الشيء، إذا منتجك حصري وإكسكلوسيف ومميز راح يشتروه بالرغم من الشحن غالي. فما تخافش، يعني المنتج وجرب، هيك حسب رأيي أنا بقول. مرحبا بسمة. بسمة للأسف إخواننا في غزة شوي في عندنا مشاكل انه نشتغل معهم او يشتغلوا في مجال التجارة الالكترونية بسبب العقوبات او القيود اللي موجودة عندكم. فحاليا فيش عندي حل اني اوفره للأسف، يعني انه للأسف مقدرش اوفر حل لاخواننا اللي موجودين في غزة. كثير بتوجهوا لأن الأكاديمية من غزة، بس للأسف فيش عندي حل حاليا كيف اساعدكم، مش عارف كيف الصراحة. حسام بيسأل، أنا عندي منتجات ماركات مستعملة، بتنصح أبعثها على مخزن الأمازون ولا أبدأ في بضاعة جديدة؟ مع العلم، مع إني ما بعت أي بضاعة جديدة من قبل. حسام، أخر مرة، المنتجات اللي بتنباع في الأمازون هي بس منتجات جديدة، تقدرش تبيع منتجات مستعملة في الأمازون.
في الامازون مش موجود هناك طريقه الاوكشن، المزاد مش موجود هناك، منتجات مستعمله بتنبعش في الامازون، فبس منتجات جديده. فابدا ابحث عن منتجات جديده اللي بتقدر تبيعها في الامازون. سام انت من غزه ولكن حاليا من تركيا، ومفعل بيبل عن طريق بنك فلسطيني في غزه، بيقدر يشتغل دروب شيبينج لانه ما في في غزه برد. وخمر الصراحه حسام انا بتعملش مع الاخوان في غزه لانه في عده قيود، في عده مشاكل اللي انا بشكل شخصي ما مش لاقي لها حلول. فاذا انا فيش عندي حل في مشكله، اذا فيش عندي يعني لحل لها بقدمش عليها يعني الصراحه. عشان هيك انا بشتغلش مع الاخوان في غزه. اذا واحد بيوفر لي حل كيف يفعل حساب بيبل في غزه فيش عندي مشكله، بس انا بعرف الاشي غير قانوني انهم بعرفوا بيبل للعرب في الداخل، وبيعمل شوية مشاكل، وممكن بعد فترة البيبل يعمل قيود عليه. فأنا من أولها بحبش أتعامل بهيك شغلات، أنا بحب يبقى الإشي قانوني أحسن لإلي. مرحبا علي، الحمد لله، هلين، تسلم. مرحبا أمجد، هلا بيك، هلين أمجد. خرفنا أمجد، شو صار معاك؟ بتبيع بتبيعش؟ شو صار معاك؟ هلا وسام، شو اخبارك؟ كيف حالك؟ عرفنا وسام شو وضعك بالدروب شيبينج، مشي ولا كيف؟ مرحبا، اهلين احمد. اذا فيش عندكم اسئله انا هيك انا بقدر اوقف البث وبنكمله مره ثانيه. للاسف اليوم انا شايف انه فيش كثير مشاهدة أو حضور في البث. كان عندي مشكلة، وأنا متأسف كثير لكل اللي بالمجموعة، كان عندي مشكلة إن أشارك البث في المجموعة، عرفش ليش. حتى نشوف، لا في عندي مشكلة بالفيسبوك ما قدرتش أعرف. حسام بيسأل بضاعة مقلدة مسموح البيع عليه على الأمازون؟ ممنوع منعا باتا، ممنوع تبيع بيع المنتجات مقلدة. طوال بثواني بيحجبوا لك الحساب، فأنت بهذا هذا الشيء. حلو حسام، أخر مرة شوي شوي بتبلش هسا، شايف هسا صيف هسا، وانت هسا بفرصة معك وقت بدك تبلش تعلن. انا بعرف بعرف انه بكيتش معلن كثير من المنتجات، ممكن عشان هيك بك شوي المبيعات خفيفة، فبلش شوي انه يعني هسا المنتجات كل اشي بتعلق بالصيف، منتجات اللي بتعلق بالبحر، في الباربيكيو، في الشوي، كل اشي بتعلق بالصيف هسا بمشي، هسا بمشي. فانتو خذوا المنتجات اللي هي منتجات اللي بتكون على مدار فصل الصيف، هسه فصل الصيف كل هذول المنتجات بنبعن. ودائما تابعوا الاعياد اللي موجوده عند الاوروبيين او الامريكان، وحاولوا لقوا منتجات ملائمات لهي الفتره او لهي المناسبه اللي راح تكون قريبه. دائما اي مناسبه بتشوفوها قريبه ابقوا مستعدين لها قبلها بثلاث اسابيع او اربع اسابيع، لانه الامريكان او الاوروبيين بيكونوا مخططين يشتروا لاي مناسبه قبلها بفتره، بيكونوا ماخذين حساباتهم انه المنتج راح يوصلهم ممكن اخرى خمسة او سبعة ايام، فعشان هيك بيشتروا قبلها باسبوع باسبوعين. فانتبهوا لهي الشغله. عفوا حسام، ان شاء الله اني قدرت اساعدك. هنشوف اذا في بالمجموعة البث في الصفحة، البث الرئيسي موجود في الصفحة الرئيسية للأكاديمية. تسلم تسلم وسام. فتلخيص عبين ما اصحاب المجموعة كمان يشوفوا البث،
تلخيص للي ما كانش اول الفيديو، شرحت عن 3 مواضيع مهمة جدا. اول موضوع بخصوص كل اللي مشتركين في الدورات المدفوعة، دورة الشوبيفاي فاتت راح تكون بين 15 ل 20/7 في الدورات، راح تكون من ضمن الاشتراك اللي لكم. وزي ما قلت لكم كثير اشخاص بتوجهوا لي بيقولوا لي الدورات المدفوعة غالية جدا. الدورات المدفوعة مقابل $400 انت بتحصل على كثير محتوى قيم جدا اللي ما حدا ثاني بيشوفه. فانتوا بتتعلموا دروب شيبينج عدة طرق، بتتعلموا كيف تبيعوا بالإيباي بطريقة صحيحة، بتتعلموا كيف تبيعوا بالأمازون، بتتعلموا كيف تبيعوا في إتسي، كمان هسا عن كريب بتتعلموا كيف تتعاملوا مع شوبيفاي وتفتحوا متجر إلكتروني لكم. كل هدول مقابل $400 بالسنة. انتوا بتقدروا تفحصوا أسعار السوق برا، أسعار غالية جدا لكل دورة تقريبا بأخذوا $400 أو $500. فإحنا هدفنا هنا مش هدفنا إنه نربح يعني $400، ويعني مع الدعم اللي هو الدعم اللي هو المكلف، مش الدورة، الدعم اللي مكلف اللي كل يوم لازم نجاوب، عنا كاتبتين اللي هن بيساعدن دائما، حتى هن بعلقن من حسابي يعني دائما بيقولوا لي كيف أنت ملاحق تروح تعلم وتروح بتعلق بمجموعات الدعم وبتعلق في اليوتيوب وبتعلق هنا وبتحكي مع هذا وبتحكي مع. انا مش كل اشي اللي بديره، في عندي 3 كاتبات اللي قسم منهم كان في مجموعة الدعم، قسم بعمل بكون في السوشيال ميديا وقسم باليوتيوب. فهاي بخصوص الدورات، دورة الشوبيفاي زي ما قلت بين 15/7 ل 20/7 راح تكون موجودة في الدورات المدفوعة. كمان اشي ثاني زي ما قلت لكم وبنصحكم انكم تشتركوا في المجموعة الجديد اللي قلنا اللي عملنا لها اسم جديد، اسم المجموعة هي نادي أكاديمية كامبوس. كل ما يلزمك لتكون مبادر في الانترنت، هان كمان راح انسخ الرابط للمجموعة، اشتركوا فيها، راح تكون جدا فعال هاي المجموعة بالفترة القريبة. راح اعلن فيها عدة نصائح، عدة طرق عمل لكل شخص اللي حابب يبلش ويبادر في أي مجال في الإنترنت، إما إن كان تسويق إما إن كان تجارة إلكترونية. فمن هناك راح أفرجيكم كيف مرحلة مرحلة بتبنوا خطة لكم، لأنه للأسف غالبية الأشخاص اللي بدخلوا مجال التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني بكاش لإلهم خطة واضحة ليبلشوا مشروعهم. ولهيك إذا فيش خطة وإذا فيش رؤية وإذا فيش إشي اللي بتطلع له أو بتكون مخطط له للسنة الجاي إنه يتنفذ، فهاي المشكلة. فهاي كمان المجموعة راح تفيدكم كثير. الإشي الثالث اللي ذكرته إنه زي ما قلت شوبيفاي بتدور على مخازن اللي تشتغل معها في جميع أنحاء العالم. فإذا أنتوا تعرفوا شخص او اذا انتم بنفسكم عندكم مخزن كبير اللي بيقدر يستوعب كميه منتجات كبيره من الشوبيفاي، احكوا معي وانا بربطكم مع شخص اللي تصيروا تتعاملوا مع الشوبيفاي وتصير يجيب لكم منتجات بتخزنوها. طبعا في عده متطلبات، ممكن انهم يجوا لحدكم ويشوفوا المخزن طبعا بدهم يفحصوه. فللي بيعرف شخص او هو بنفسه بيقدر يخزن منتجات مخزن كبير، مخزن بيقدر يستحمل كمية كبيرة من المنتجات، يحكي معاي. أنا بعلاقة مباشرة مع الشوبيفاي، مع المندوبين للشوبيفاي، وممكن إنه تبلشوا تشتغلوا مع بعض. سلام بيسأل هل الشوبيفاي حسب علمي فتح متجر خاص بك وهل هو ناجح؟ حيث أن لي أصدقاء لم ينجحوا رغم أنه دفعوا مبلغ كبير من أجل فتح المتجر. ومرة سلام، فتح المتجر بالشوبيفاي ممكن أنهم اشتغلوا بطريقة غلط، أنا متأكد، مش ممكن، أكيد أنهم اشتغلوا بطريقة غلط. الشوبيفاي هو مربح، بس إذا بدك تعرف كيف تسوقه. يعني تخيل أنك اسمك سلام عبد اللطيف، فأنت قررت تفتح متجر خاص لإلك وتسميه سلام عبد اللطيف.com، www.سلام عبد اللطيف.com،
وبلشت تعلن فيه منتجات دروب شيبينج. انت موقع رابط من بين مليارات وملايين المواقع، فبدك هون في الشوبيفاي بدك تكون متمكن كيف تعمل تسويق صح، بده يكون كمان عندك خطة وكمان الميزانية اللازمة، لأنه يعني تكون تأخذ بعين الاعتبار الشوبيفاي بيلزموا ميزانية، مش مثلا زي الاي بي اللي بيلزموش ميزانية أو استثمار معين. لازم يكون عندك ميزانية، ميزانية للتسويق، ميزانية لبناء المتجر. ميزانية بناء المتجر هي $75 بالشهر. شوبيفاي بأخذ $75 بالشهر للمتجر تاعك. بعت منتج ولا ما بعتش منتج، ربحت ولا ما ربحتش، راح ياخذ منك $75. طبعا في الرزم اللي ارخص، بس دائما انا بنصحش فيها لانها غير مفيده لنا، احنا بدنا كثير معطيات، ف دائما بنستعمل رزمه $75. هاي الشيء الاول. ثاني شيء زي ما قلت، اذا بدك تكون متمكن كمان في التسويق، لانه بدك تسوق موقعك، بدك تسوق منتجاتك، بدك تسوق منتجاتك في ساحات الفيسبوك او في الانستغرام، بدك تبني جمهور، بدك تبني مجموعه من الناس اللي بيحبوا الفئه المنتجات اللي بتبيعها او المنتج اللي بتبيعه. طبعا في الدورات عندنا احنا بننصح دائما انه نبني متجر اللي هو مخصص لفئه مخصصه، متجر نيتش مخصص لناس معينين، هيك بيبقى سهل لنا نسوق المنتجات الثانية اللي موجودة عندنا. احتمال كبير انهم يزيدوا سلة المشتريات اذا اشتروا منتج اول وضفوه على سلة المشتريات قبل ما يدفع حق المنتج، مبلغ المنتج، راح يضيفوا كمان منتج ثاني او ثالث للسلة، احتمال كبير كمان انهم يضيفوا اكثر حتى. فعشان هيك انا بعلمكم طريقة انكم تفتحوا متجر نيتش مخصص منتجات اللي هي مربوطة في موضوع واحد، اللي بتقدروا تسوقوا هاي المنتجات، تبنوا جمهور حواليه وتسوقوا هاي المنتجات بطريقة صح. فزي ما قلت اول اشي، اوعك تفكر سلام انه شخص دفع مبلغ كبير انه خسر. هو ما خسرش، هو اتعلم، تعلم. ممكن والشيء المؤسف عنا اذا شخص دفع مبلغ وخسر نفترض، برجعش يحاول كمان مره في نفس المجال، خلص بتركه بيستسلم وبكمل للمجال الثاني، وهذا غلط حسب رايي. بديش اقول لك اني انا من اول متجر شوبيفاي فتحته اني نجحت، المتجر الاول فشلت والمتجر الثاني فشلت ودفعت مبالغ كبيرة جدا. المتجر الأول فتحته لنيتش، كان متجر مخصص لفئة الأكل، وكمان لفئة الأكل للناس اللي بيحبوا اللحوم، والمتجر فشل، يعني فشل ذريع زي ما بيقولوها. وبالآخر قررت إني لا، بدي أعرف كيف الطريقة الصح. وتقريبا كلفني المتجر هذا كلفني ما يقارب بين ال 750 ل $950 من خلال استثمار وقت، استثمار تسويق، ناس انفلونسرز اللي اشتغلت معهم، كثير اشخاص اللي اشتغلت معهم، وبالاخر فشل ذريع يعني المتجر. بس من هذا الفشل انا تعلمت. وكمان المتجر الثاني بقدرش اقول انه فشل ذريع، هو يعني لا هو نجح ولا هو فشل، نص بالنص تقريبا. بس المتجر الثالث عوض لي كل اللي فشلته في المتجر الاول والثاني. ممكن نقول انه المتجر الثاني ما ربحت الشيء منه، ما فشلتش، اما المتجر الثالث عوض لي كل شيء، وبعدها عرفت كيف الطريق الصح. فعشان هيك مهم جدا الواحد يتعلم من اغلاطه ويكمل، يحاول كمان مرة، مش شرط انه بس مرة واحدة فشل وخلص. ماشي. طيب بما انه فيش اسئلة ثانية، راح ننهي البث اليوم ان شاء الله. خلال ممكن الاسبوع الجاي راح اعمل كمان بث، ممكن يكون في اليوتيوب مش بالفيسبوك. فبترجاكم كل شخص اللي
مش موجود عندي باليوتيوب، ما عمل سبسكرايب لقناتي في اليوتيوب، يعمل سبسكرايب لانه راح تكون فترة كمان راح اعمل باليوتيوب لايف هناك، فتابعوني كمان هناك. فيعطيكم العافية للجميع، نشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامة.